بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج خطوة، اللي من خلاله دائما نؤكد على أهمية الرسالة الإعلامية، وأكثر من هذا دائما ما نركز على الرسائل الإيجابية. كل رسائلنا ثابتة من خلال إثراء المجتمع بأكثر من رسالة، قد تحتاجون أحيانا رسائل دينية، رسائل اجتماعية، رسائل ثقافية، وحتى الرسائل القيمية والأسرية. كل هذا وأكثر تشوفونه في برنامج خطوة، اللي دائما نؤكد على أهمية المحتوى الإعلامي اللي من خلاله نثر المجتمع بأكثر من رسالة. لا شك بأن الإسناد عندنا دائما واضح وثابت في هذا البرنامج من خلال الكتاب والسنة. يعني لو مهما تناقشنا بالآراء ومهما اختلفنا أيضا بالآراء، يبقى بالنهاية قال الرسول، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم القرآن الكريم، هني خلاص ينتهي كل شيء. إذن اليوم راح إن شاء الله راح نتكلم عن صلة الرحم. باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بإمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ الدكتور محمد مساعد بغيث. حياك الله مساعد. الله يحييك أخوي دكتور سالم، جزاكم الله خير، وأنا أشكركم على هذا البرنامج، ونسأل الله العظيم يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأشكر كذلك في قناة إثراء والقائمة على قناة إثراء، وأشكر فريق الإعداد والإخراج، وسأل الله العظيم أن يوفقكم كل خير. إذن بداية دكتور محمد، ودنا نتكلم عن صلة الرحم. طبعا إحنا عندنا راح إن شاء الله تكون أكثر من حلقة على موضوع صلة الرحم، لأني بناقشها بطريقة يعني شرعية أكثر. أحيانا إحنا فعلا نتكلم مرات في هذه القضية كنوع من التنبيهات وبعض الرسائل، ولكن اليوم راح نأخذ بعض الشغلات اللي أكثر دقة في موضوع صلة الرحم. كبداية دكتور محمد، نبي ما المعنى بصلة الرحم؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم بعد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم من بعد. لا شك أن موضوع صلة الرحم أمر مهم، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل وقل فيه العلم، وانتشرت للأسف القطيعة الرحم وقلت الصلة ما بين الناس. فلذا يعني تحتم علينا أن نعرف هذا حتى يعرف الإنسان ما هو صلة الرحم، حتى يعني يوفق إلى صلة الرحم. صلة الرحم معناها عام ومعناها واضح، ومعناها بشكل عام أي هي أنك يعني يحتم عليك أنك تصل رحمك وأنك تحسن إلى أقاربك. رحمك يعني الأقارب، أنك تحسن إلى أقاربك وأن توصل إليهم الخير ما أمكن، بقدر إمكانك توصلهم الخير، وأن تدفع عنهم الشر ما أمكن. هذا هو تعريفه بشكل عام. ممتاز. وتعريفه يعني ما يحتاج إلى يعني إن كما يقال أن من أشكل المشكلات توضيح الواضحات، فإن صلة الرحم واضحة، يعني أنك ما تؤذي أقاربك، ما يعني تحسن إليهم وتفعل لهم الخير وتدفع عنهم الشر، هذا هو معناتها بشكل عام. ممتاز. الآن يعني أخذنا إحنا معنى صلة الرحم بشكل خاص، الآن ودي أتكلم دكتور محمد عن حكم صلة الرحم. لابد أن تكون هناك أدلة لصلة الرحم. نعم. حكم صلة الرحم بدون أدنى شك، يعني الراجح من كلام أهل العلم أن صلة الرحم واجبة، واجب عليك، ويحرم عليك قطيعة الرحم. فلذا يجب عليك أن تصل رحمك وأقاربك، وواجب عليك أن تحسن إليهم وأن توصل لهم الخير ما أمكن، وأن تدفع عنهم الشر ما أمكن الأقارب، وأن تحسن إليهم ما أمكن لك ذلك، وهذا واجب عليك، ويحرم أن تفعل عكس ذلك. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني ذكر الله عز وجل أن من قطع رحمه ومن لم يصل رحمه فهو ملعون، والملعون إيش؟ هو طرد من رحمة الله عز وجل. فهذا يكفيها بس هذه الآية التحذير من قطيعة الرحم والرغبة والترغيب في صلة الرحم. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الرحم
معلقة في عرش الرحمن وتقول الله عز وجل. فالله عز وجل يقول للرحم: فهل تحبين أن أصل من وصلك وقطع ما انقطعك؟ قالت: نعم. قال: فلك ذلك. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، أي قطعه من جميع أنواع الرزق. فهذه من الأدلة التي تدل على يعني وجوب صلة الرحم. وكذلك يقول نفسه: من كره يؤمن بالله والآخر فليصل رحمه، فليصل هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم. هذه جملة من الأدلة التي تدل على وجوب صلة الرحم. ممتاز. شيخ، بس بدي تعيد إذا الحديث الرسول الأخير شيخ. نعم. من صلي الرحم من وصل رحمه. إيه عن الرحم. أي أن هو في عدة روايات، من الروايات التي ذكرت أن الرحم معلقة في عرش الرحمن. الرحم نفسه معلقة في عرش الرحمن، ويقول الله عز وجل للرحم: قال: هل تحبين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ تقول نعم، فيقول الله عز وجل: لك ذلك. فدل هذا الحديث على أنه من وصل رحمه وصله الله. ممتاز. من جميع أنواع الصلة، يعني وفقه الله عز وجل، وهي دليل على التوفيق. صلاة الرحم دليل على توفيق الله عز وجل للعبد. ومن قطع رحمه قطعه الله، أي قطعه من جميع أنواع يعني الدنيا، قطعه الله عز وجل كل ما يتعلق في الدنيا والآخرة، يعني قطعه الله من رزق، قطعه الله من فعل الخير وغيره، يعني أمور الدنيا والدين. ممتاز. يعني حتى الرزق، وهذا راح نذكره إن شاء الله بعد قليل عن فوائد صلاة الرحم. الآن ودي أتكلم، يعني مشاهدين الكرام، إحنا لو تلاحظون إحنا قاعد نمشي خطوة خطوة على موضوع صلاة الرحم، قلنا المعنى وقلنا أيضا الحكم والأدلة. الآن ودي أتكلم شيخ على صلة الرحم، لمن تكون هي صلة الرحم؟ كيف تكون صلة الرحم؟ هل لأشخاص معينين أو هناك طرق أخرى لصلة الرحم؟ نعم. صلة الرحم، يعني كثير من الناس يسأل، يعني يقول: من هم الرحم الذي يجب علينا أن نصلهم؟ يعني حتى ننال هذا الأجر ونحفر بين من قطيعة الرحم، إذا مو مشكلة. أنت الآن قلت لي واجب عليك أن تصل رحمه، وحرام عليك أن تقطع رحمه، ومن قطع رحمه قطعه الله. إذا من هم الرحم؟ وضح لي. حين الآن أوضح لك حتى تتضح لك الصورة على أكمل وجه. خلاف بين العلماء عن من هم الرحم الذي يجب لك أن تصلهم ويحرم عليك أن تقطعهم. من العلماء من قال هذا القول الأول، قالوا بأنه كل قريب لك إذا كان الأول ذكر والآخر أنثى فيحرم أنك تتزوج منه، فهذا يشمل الوالدين ووالدينهم، يعني الجد والجدة. نعم. فهم من الرحم. حلو. الوالدين والجد والجدة من الرحم، ومن وأن على والابن وابن الابن وأن نزل الأبناء والأحفاد. نعم. فذلك من رحمك، هذول بالدرجة الأولى شيخ، هذا الحين الدرجة الأولى. نعم. والإخوة والأخوات وأبنائهم هذيلا كذلك، هذيلا من الرحم. نعم. الواجب عليك صلاة لهم. والعمام والعمام والعمات وأن علوا عمتك وعمة أبوك. أي. وعمة أمك. نعم. والخالات العمام والعمات وأن علوا، والخوال والخالات وأن علوا. ممتاز. ما يشمل عيالهم. ممتاز. أي. العمام والعمات والخوال والخالات وأن هذا يعتبر الدرجة الثالثة. هذيلا هم الذين يكونون من صلاة الرحم. نعم. شو الدليل؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم أن يتزوج الرجل مع المرأة مع عمتها أو خالتها. كذلك في الآية قال عن الأخت. أي. وقال العمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ. فقال في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فدل على أن هؤلاء من الرحم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن بنت العم، يعني واحد خذ واحدة وخذ بنت عمها، يجوز شرعا؟ يجوز. وقال عن العمة قال: قطعتم أرحامكم. فدل على أن بنت العم ليست من الرحم التي يجب صلتها. تمام. طبعا هذا القول الأول. حلو. وهذا هو الدليل القول الأول: فانفعتم ذلك قطعتم أرحامكم. نعم. القول الثاني وهو الأقرب وهو كل قريب لك، سواء قريبا لك ولد عمك كذا، يكون من صلة الرحم التي يجب صلتها لهم، ولكن تكون الصلة بحسب يعني الزمان. تختلف باختلاف الزمان. أيوة. والمكان
والأحوى. ممتاز. الآن الآن أبو مساعد دكتور محمد بغيث إمام خطيب وزارة الثقافة، إحنا وصلنا في ختام هذه الحلقة. طبعا مثل ما أنتم عارفين مشاهدين الكرام، إحنا راح يكون عندنا إن شاء الله سلسلة من هذا الموضوع، لأن الجزء هذا ما راح إحنا كبداية عطينا مفاهيم عامة عن صلة الرحم. في الختام أبو مساعد، كلمتك الأخيرة قبل الختام. أسأل الله العظيم أن يوفقنا ويعيننا إن شاء الله على صلة الرحم، يوفقنا لكل خير، وأن يعين هذه الأمة ويعني المسلمين قاطبة على صلة الرحم. شكرا لك أبو مساعد إمام خطيب وزارة الغاف الشيخ الدكتور محمد مساعد بغيث، والشكر أيضا موصول للسادة المشاهدين. أسأل الله العظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.